ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا إذا لم يجد مكانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل منفرد خلف الصف، فإذا لم يجد مكانا ينتظر أو يحاول إيجاد فرجة حتى يدخل فيها، أو يتقدم مع الإمام حتى يصف عن يمينه. وأما الجلد فلا جلبه لأحد ينبغي تركه، لأن الحديث الذي هي ضعيف، ولأن جلبه تصرف في أخيه بغير وجه شرعي، ولأن جلبه أيضا يفضي إلى فتح فرجة في الصف، وقد أمرنا بسد الخلل. ولكن يصبر وينظر الصف ويحرص على أن يقارب بعضهم من بعض، حتى ينفتح له فرجة فيدخل فيها ويصف مع الناس، أو يأتي داخل فيصف معه في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، ولا يعجل. فإن فاتت الصلاة لم يجد أحدا فهو معذور، صلي وحده بعد ذلك. نعم. صحيح، لكن يأذن يصبر، لا يصلي منفرد، لأن في إمكان أن تأتي الجماعة، أي يأتيه من يصلي معه جماعة، أو يحاول تقدمه مع الإمام. أحد العلماء قال يا شيخ في هذا السؤال: